بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني دولة الكويت ضيوفاً أعزاء بين أهلكم وأشقائكم بمناسبة انعقاد اجتماعكم 11، مشيدين بمبادرة معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع. إن كل منا يدرك ويعايش الأوضاع المحيطة بنا والآخذة، وبكل أسف بالتدهور بكل ما يمثله ذلك من تحدي لنا جميعا، فضلا عما تواجهه مسيرتنا الخليجية المباركة من عقبات وتعثر مما يفرض علينا التعاون والتشاور واللقاء وعلى كافة المستويات، حيث أننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات فرادة، فالعمل الجماعي سبيلنا في هذه المواجهة، وحصننا الذي نتمكن من خلاله التصدي لتلك التحديات والحفاظ على مكاسب وإنجازة تحققات لمسيرتنا المباركة ولدولنا وشعوبنا. يأتي اجتماعكم اليوم في دولة الكويت التي احتضنت منذ أسابيع مضت الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي أكدنا من خلالها على حرص دول المجلس في الحفاظ على آلية انعقاد الدورات العليا لمجلس التعاون وصيانة مسيرته المباركة والسعي بكل الجهد لتعزيزها. وقد تمكنا بفضل الله وفضل من الله سبحانه وتعالى وبتعاون الأشقاء من الخروج بهذه القمة سلسلة من القرارات التي تساهم في تعزيز عملنا الخليجي المشترك. كما سعدنا باستضافة دولة الكويت في دورة كأس الخليج العربي 23، والتي تمثل امتدادا للتواصل الأخوي بين الدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملتقى للشباب الرياضي الخليجي، والتي أقيمت بفضل الله تعالى في موعدها المقرر وتكللت بالتوفيق والنجاح، وأجدوها فرصة مناسبة للإشادة بأواصر الأخاء والمودة التي جمعت أبنائنا وشبابنا الخليجي، مجسدة معاني الوحدة الخليجية وبالتنافس الشريف والأداء الفني الرفيع الذي قدمه اللاعبون، مقدرين عاليا التفاعل والحضور الجماهيري الغفير الذي شهدته مختلف المباريات، والذي أضفى على هذه الدورة البهجة والفرح والسرور. إننا ننظر إلى هذا اللقاء وإلى أي لقاءات أخرى بكل تفاؤل، ونرى بأنها ترجمة للنوايا النبيلة وتعبيرا صادقا من قبل الجميع، وتمثل جهدا خيرا وآلية مؤثرة ستدفع بمسيرة عملنا الخليجي المبارك إلى ما يحقق تماسكها واستمرار الحفاظ عليها لتلبية آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون. إن دوركم كممثلين لأبناء دول المجلس حيوي وبناء ومكمل لدور الأجهزة الرسمية في دولنا،
ورافدا لها في مواجهة العديد من التحديات، فأنتم الجهاز التشريعي في دولنا الذي يساعد في رسم خارطة طريق التنمية والبناء والنماء والتواصل في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تتطلب منا جميعا إدراكا لأبعادها ومخاطرها. فشعوبنا تتطلع بكل الأمل لهذا اللقاء لتحقيق طموحها بالاستقرار والرخاء والنماء. فإن ما يجمعنا من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال. فقد حقق كياننا الخليجي على مدى العقود الأربعة الماضية لمسيرته المباركة أهداف ومكتسبات تعزز من قدرتنا على تلبية آمال أبناء دولنا والمحافظة على ما حققه كياننا الخليجي من مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم اليوم كبيرة، ونحن على يقين بأنكم قادرون على تحملها والوفاء بها لنعزز بنائنا الخليجي ونحصنه من كافة التحديات ونضاعف من تواصلنا تجسيدا لوحدتنا وتعزيزا لتماسكنا، وتمنيا لأعمال اجتماعكم كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.